الأول نعرف هل إحنا نقدر فعلاً نوصل لدرجة إن إحنا نبقى متسامحين؟ ولا هو كلام؟ يعني في ناس تقولك ما دي الأنبياء دي درجات إحنا مناش دعوة بيها ولا إيه؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلينا نتفق إن الأيام اللي إحنا فيها دي هي أيام التنظيف. يعني أول رمضان كده أول 10 أيام أوله هو رحمة. أحدا إحنا عايزين نستقبل رحمة ربنا وإحنا منظفين على قد ما نقدر. والتنظيف ده فيه تنظيف باطني وفيه تنظيف تعال نعتبره ظاهري. والتنظيف الظاهري على قد ما أنا عملت من معاصي خلال السنة اللي فاتت فرصة إن أنا في الأيام ديت أنظف على قد ما أقدر. وده الاستغفار هنتكلم عنه. بس هو ده مش كفاية. التنظيف الباطني على قد ما أنا زعلت واتضايقت وشلت خلال السنة اللي فاتت وأنا معذور أنا بني آدم محتاج برضه أنظف. وفي الحالتين أنا الكسبان. خلينا نتفق إن هي دي الفكرة. هي فكرة التسامح والعفو. يعني عمرو زعلني فأنا هعفو عن عمرو علشان خاطر عمرو ولا عشاني أنا؟ الحقيقة إن هو عشاني أنا. الحقيقة إن أنا اللي هستفيد. هستغفر رب العالمين علشان خاطر ربنا؟ طبعًا ربنا له قدر وعشان خاطر إرضاء ربنا بس مين المستفيد؟ هو أنا اللي مستفيد. هو رب العالمين له مكانه وقدره وعظيم شأنه مش هيتهذب يعني بمعصيتي أو استغفاري. لكن أنا اللي هستفيد باستغفاري. فده المدخل اللي احنا عايزين ندخل منه رمضان أو يعني في العشر الأوائل نستفيد بيه السنة دي. طيب هو التسامح بيعمل إيه؟ أو هل التسامح ينفع ولا لأ؟ هو الحقيقة إن التسامح الهدف منه ببساطة ان انا انظف قلبي من كل ما هو يسمى امراض قلوب. انا طول ما انا شايل منك طول ما انا قلبي في حقد على شويه استفزاز على شويه غل شويه كراهيه على شويه طبعا ممكن يتحول لكراهيه حسد طبعا ممكن وكل ده بياكل مني وبياخد مني طول الوقت. وهم علماء النفس في الحته دي اتكلموا على مشاعر كده سموها unfinished emotions اللي هي المشاعر الغير مكتمله بالظبط اللي طول الوقت تفضل تاكل فيك. وقالوا ان دي بتهدر طاقتك. وعلماء الشرع قالوا ان بسبب عدم التسامح قلبك بيسود وان الكراهيه دي بتطغى على قلبك وعلى شكلك طبعا. وهو ده الران اللي بيتبني على القلب زي ما ربنا قال بالران على قلوبهم. فبينتج عن كده ايه؟ انت بقى عايز تقوم تصلي، عايز تتصل بالله، انت مش عارف. انت عايز في رمضان تتعامل بشكل مختلف، عايز تستقبل رحمات رب العالمين باقبال، تبقى مش عارف. فانا اللي دفعت ثمن الغلطه اللي انت عملتها فيا. يعني انت اللي زعلتني في الاساس صح ولا غلط؟ وانا اللي بدفع الثمن. طب انا استفدت ايه؟ وعلى فكره في فرق بين التسامح والتصالح. يعني دول هنفصلهم عن بعض. بلى من عفا واصلح فاجره على الله. هو عمل حاجتين عفا واصلح، هو تسامح وتصالح.